أنا لنا ولا أنت؟ على مين عندك؟ لا خدي عندك. طب يلا عناد بعناد. أنا بقى ما بخافش ودخلها قفش بقى وعندي استعداد. على مين عندك؟ لا خدي عندك. طب يلا عناد بعناد. أنا بقى ما بخافش ودخلها قفش بقى وعندي استعداد. عاملالي ملك زي النسمة، في حاجات ما بتقبلش القسمة، خدتوا الخلق وخدتوا العصمة، هالناقص تاخدوا هدومنا كمان. معلش اصحى يا بابا وفوق، كل كلامك ولا بيحوق، احنا الاصل اهدى كده وروق، علشان وشك بيجيب الواق. هو اللي زيك ليه في طبيخ، راح فين زمان ستات البيت؟ هو اللي زيك ليه في طبيخ، راح فين زمان ستات البيت؟ هو انت داخل درس تاريخ، وعموما اسأل لو حبيت. هو اللي زيك ليه في طبيخ، راح فين زمان ستات البيت؟ هو اللي زيك ليه في طبيخ، راح فين زمان ستات البيت؟ هو انت داخل درس تاريخ، وعموما اسأل لو حبيت. عاملالي ملك زي النسمة، في حاجات ما بتقبلش القسمة، خدتوا الخلع وخدتوا العصمة، كان ناقص تاخدوا هدومنا كمان. معلش اصحى يا بابا وفوق، كل كلامك ولا بيحوق، احنا الاصل اهدى كده وروق، علشان وشك بيجيب الواق. مراية ونت وشان، أحسن من اللي عايشها بنات. يومك بيخلص في الكوافير، يومك أهاوي يا ريت كافيهات. لكن رغم ده كله أنا قلبي ماسك فيكي بإيده وسنانه، وأنا متعلقة بيك من بدري، والحب حلاوته في جنانه. لكن رغم ده كله أنا قلبي ماسك فيكي بإيده وسنانه، وأنا متعلقة بيك من بدري، والحب حلاوته في جنانه. يا بابا مين دي يا بابا؟ قول لي جميلة. دي زبونة يا ابني. زبونة يا ابني؟ زبونة جاية طالبة شوية موديلات كده، أنا اديتها عنوان الشركة علشان تيجي هناك تقيس وتشوف المقاسات شكلها إيه، لارج إكس لارج ميديوم. إحنا هنعمل شاين جدا بابا. موديلات إيه يا عم حسين؟ موديلات إيه؟ موديلات إيه؟ موديلات بتاعتها. يلا بينا يا بنتي عشان احميكي من العربيات والشباب المتهور اللي ممكن يكلكسلك وانت ماشيه او يتحرش. احنا لازم نخاف على بنات الناس اللي زيك. اتفضلي. انت اللي هتخاف على بنات الناس. اوعى حد عليك. هتدعي عليا؟ حد عليك. اوعى خش. انت يا منال بتنفذها منال. اوعى. ماشي يا راجل. ايدك دي. راح يوصلها فين؟ راح يوصلها بر الامان، المطار، في المطار المسافره غلبانه جدا. مخنوقة قوي جميلة، شايفة بابا وماما بيتعاملوا معايا ازاي؟ شايفة؟ هيصنعوا مني ولد معقد بالشكل ده، أعمل إيه طيب؟ أعمل إيه؟ ما تيجي ننسى الجو الكئيب ده عشان أنا متأثر بيه جدا، ونروح نتغدى مثلا. نتغدى؟ عشان أمك بقى تقفشنا وتعملها حكاية. في إيه يا جميلة؟ أنت مالك كده مركزة مع ماما قوي؟ ليه شايفاها بوكس وهيهجم علينا وإحنا بنتغدى؟ إيه ده؟ هاتوا العيال دي بيتغدوا، بنعمل إيه غلط يعني يا جميلة؟ غريبة يعني مش خايف منها ولا أي حاجة؟ لا مش خايف منها. بص يا جميلة، أنا خوفي من أمي ده خوف احترام. دي الأم، أمي نداء محبة، بل إن كل الحب أمي. شوفي بل حطوها فين؟ عشان كل الحب أمي تيجي بعديها على طول. المشكلة مش في أمي يا جميلة، المشكلة في أبويا. وصار إني بقول أبويا لأنه ما يستحقش غير أبويا. أبويا كل يوم بيعرف واحدة يا جميلة. تخيلي يا بابا بيعرف كل يوم واحدة، وهو عنده ابن كبر المفروض يهتم بيه. أنا مش عايز أتكلم يا جميلة. عارفة منال اللي كانت هنا من شوية دي مين يا جميلة؟
ده كان متجوزها عرفي. متجوزها عرفي يا جميلة. بابايا أنا متجوز عرفي يا جميلة. أبويا بيدعمني يا جميلة. أبويا أبويا عايزين يخطفوا مني ومش هيرجع. أنا عارفه مش هيرجع يا جميلة. مش عايز. خلاص طيب انت كل شويه تعيط. سيبيني اعيط يا جميله. سيبيني اعيط ونرجع. اكمل قوم شوف شغلك عشان ماما شكلها بترتب المصيبه. سيبيني اكمل عياط يا جميله. انا لما بيجي لي العياط ببقى عايز اكمله معايا ياخد حقه. اكمل قوم شوف شغلك. اتفضل روح على مكتبك. مكتبي؟ ايه ده؟ هو انا فين؟ انت في مكتبي يا اكمل. بجد؟ اه بجد. جميله ايه اللي حصل احكي لي. قوم على مكتبك. اوعى تنسي يا جميله ان دي شركتي وانا صاحب الشركه، يعني كل مكاتب الشركه بتاعتي انا، بس انا سايبها بمزاجي، ماشي؟ ركزي في شغلك يا جميله. يا رب العيله دي. تعالى فريد. صاحبك ايه وبتاع ايه بقى؟ انا عايز اعرف حاجه واحده بس، مين اللي عرف منال ترانزيت مكان المكتب؟ مش انت؟ ده انت كذاب جريء قوي بقى. محدش يعرف مكان المكتب غيرك يا كذاب. يعني ايه اصرت؟ حتى لو اصرت يا فريد انت مجنون؟ بقول لك بلاش منال ترانزيت، عايز تبعت لي هدى شقلباظ ولا سماح نايجر؟ لا افهم افهم يا فريد، انا فاهم ماما ان انا ما عنديش علاقات. اه يا سيدي اتغيرت. اكمل اتغير وقول للشله كلها اكمل اتغير. بتاع زمان خلاص اتغير وبتاع دلوقتي كمان اتغير وهتغير كل يوم يا فريد. ماشي لا بلاش المكتب خالص بقى، ده مكان اكل عيش. ابعت على الساحل الشمالي هناخد راحتنا هناك. ماشي باي 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 باي. ما خلاص ما قلناها ما احنا عارفينها. اقفل انت بقى. ده انت فريد قوي يا فريد، دي تاسع مره تقولها دي. ماشي ماشي يا سيدي باي باي. الهاي دي طلعت من المخلوق ده؟ أنا منى اخس عليك. منى اخس عليك وأنا أكمل. سيبيني في حالي والنبي. شت أنت ما عرفتنيش. هاي وشت مش مناسبة ليك الكلام ده خالص يا منى، أنت عملتي في نفسك كده ليه؟ أنا قلت أبين المعجزات الكونية اللي خفيها الترهلات اللي عمرك ما كنت هتشوفها لما نتجوز. ولا عمري هشوفها ولا عمري هنتجوز، والنبي لو حجيتي وطفتي وقعدتي تدعي كده إن في كنوز تطلع منك ولا هيطلع مني غير حاجات مدفونة معفنة مكمكمة. ما تحترمي نفسك يا منى، إيه اللي أنت بتعمليه في نفسك ده؟ طب طب أنت ما شفتش حلقتي مع دكتور مصطفى محمود؟ آه بتاعت الدب القطبي. أكمل ما شفتش لما اتكلم عن إن المرأة المليانة أكثر تدفقاً؟ ما اتكلمش عن الراجل الرفيع أكثر خنقة بسرعة؟ ما قالش الكلام ده؟ يا منى أنت بتعملي في نفسك كده ليه طيب؟ عشان بحبك. بتحبيني ولا بتنفذي كلام ماما يا كذابة؟ أكمل أنت ليه ما بتحبنيش؟ هو أنا وحشة قوي كده؟ أنا ما أقدرش أقول إنك وحشة يا منى، لكن ما أقدرش أقول إنك حلوة. أنا ما أقدرش أتكلم في الموضوع ده لأن لو خدوا رأيي هقول الصراحة. الصراحة يا منى إنك واقفة في منطقة مش محددة، مش مفهومة، ده يابس ولا صحراء، كلاب بتهوهو مع شجر، مع حتة مهجورة، مع حالة مقرفة يا منى، أنتِ بنت خالتي وبس، بنت خالتي وبس، فما ينفعش ما ننفعش لبعض. أكمل هو طب الروج ده ما أثرش فيك؟ كان أثر في البق يا منى. أكمل بقولك ايه؟ ايه؟ المكتب فاضي والشيطان راضي وقريدي موجود. ده معناه ايه بالنسبة لنا؟ يعني رحم هرموناتي. رحم ايه؟ هرموناتي. ايه عايزة يا منى؟ مالك بتتكلمي في ايه يا منى؟ اكمل 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 بص والله ما تحس بحاجة. ما حسش بحاجة ايه يا منى؟ ما حسش بحاجة. ركز بس منى والله شكل منى مش هعمل حاجة غصب عني يا منى. اكمل منى اكمل منى Thank you.
عليكي يا فندم. عملتي ايه؟ عملتي ايه في ايه؟ يا بنتي انا مش مدياكي مهمه عشان تعمليها. كل اللي انا عرفته ان استاذ اكمل عايز يعزمها على الغدا. بنتي دي مش سهله، مش سهله ابدا. بقول لك ايه، انت لازم تنفذي اللي قلت لك عليه النهارده. اللي هو ايه؟ مش فاهمه. برضه مش فاهمه البنت دي غبيه ولا ايه؟ اسمعي، انا هاخد عمك حسين وهنخرج نتعشى بره. انت بقى عايزاكي تلبسي اللي على الحبل وتروحي لاكمل في البيت. اروح اعمل ايه؟ يعني بقول لك هيبقى لوحده في البيت. ايوه يعني اروح اعمل ايه؟ في شغل هعرضه عليه، غسيلها هغسله، مواعين هنضفها. انت عبيطه بنت ولا بتستعبطي؟ بقول لك هيبقى لوحده في البيت، يعني تغريه، يعني تزغليلي، يعني ايه؟ اعملي بقى اي حاجه في حياتك كده. يا فندم بس انا خايفه لحسن يتهور. ابني يتهور؟ انت عبيطه ولا ايه؟ صوري، عندك حق. ابني ممكن يتهور، اصل الواد ده عينه زايغه وبصباص وعنده بنات كتير قوي. هقول لك حاجه، انت اول ما تخشي البيت تفتحي التليفون على طول، اوكي؟ واي حاجه تحصل تروحي رنالي، هتلاقيني فوق دماغك. خلاص؟ فهمتي؟ الحمد لله. تحت امرك يا فندم. ايوه بس انا كنت عايزه اعرف بس انا هلبس ايه؟ صحيح، ده لو شافك بالمنظر ده حلمك من البلكونه. طيب انا هاخدك دلوقتي ننزل نشتري شويه حاجات مع بعض. هلا، انا عايزه اقول لك حاجه، المهمه دي مهمه جدا بالنسبه لي، مساله حياه او موت. انا عارفه انك بتخاطري باعز شيء عندك، لكن اللي انت هتعمليه ده انت هتنقذي اسره بحالها من الضياع. حبيبتي، ايوه روحي، وحشتيني جدا. لا لا لا، هو ما كانش بيتكلم كده. الو، يا حبيبتي، يا روحي، وحشتيني جدا. اهلا جميله حبيبه بابا، ايه اللي رجعك بدري كده؟ مفيش، جايه ارتاح شويه وبعدين نازله تاني عشان معزومه على الغدا. انت نازل ولا ايه؟ لا، هنزل اروح فين؟ امال لابس كده ليه؟ ايه؟ لا ابدا، ده انا كنت بقيس الجاكيته بس عشان اشوف تخنت ولا لا، وبعدين كمان بتاكد انا لسه عندي جاذبيه ولا لا. يا حبيبي ده انت قمر. قمر ايه بس؟ قمر ايه؟ امال امك مش شايفه كده ليه؟ جايب سيرة امها ليه؟ أمها بقالها 30 سنة عايشة معاكم مستحملة، بقضي ال 24 ساعة جوه اليوم وأنا ساكتة، منهم 8 نايمة في سوادي الليل عشان ما أشوفكش، وباقي اليوم بشغلك في البيت عشان ما يبقاش بيني وبينك أي حوار. شايفة جميلة أمك بتقول إيه؟ ماما إيه اللي بتقوليه ده؟ بقول الحقيقة، بقول الواقع. واقع؟ طب أنا أقول لك على الواقع بقى، إيه رأيك بقى إنك طول الليل بتشخري وأنا مستحملك عشان خاطر جميلة؟ أنا نازلة أجيب حاجات من تحت، عايزة حاجة؟ شكراً. وحتى لو بصي، طالما أنت في صفه مش هجيب لك أي حاجة. بقول لك إيه؟ ما تنساش تفصص الربطتين تلاتة التوم اللي أنا جبتهم، تفصصهم وتهرسهم كويس، التوم بيشح، وأنا ما بحبش التوم الصيني، بحب التوم البلدي. البرطمانات عندك نظيفة إيه؟ تهرس وتملى البرطمان وتحط على وشي إيه؟ زيت. عشان ايه؟ عشان ما يعملش ريم. عشان ايه؟ ما يعملش ريم. عشان التوم بيشح. حاضر. توم توم توم، وترجع تشتكي من ماسوره الغاز. معلش ما تزعلش. لا انا زعلان، زعلان قوي من امك، وعشان كده انا هتجوز عليها. تتجوز عليها؟ هتجوز عليها ثلاثه وابقى جوز الاربعه. هتتجوز ثلاثة يا بابا؟ ما هو الواحد لما بيتجوز واحدة بتبقى حاطة في دماغها وليل ونهار بتقرفه، لكن لما بيتجوز أربعة الأربعة بيتنافسوا على خدمته، والثلاثة اللي هتجوزهم هيخدموها ويريحونا أنا. هو أنت فعلا مش عايز تعيش مع ماما يا بابا؟ مين قال لك بس الكلام ده؟ ده عشرة عمري، دمك، وبعدين أنا بحبها وعايز أعيش معاها، بس أنت عاجبك يعني اللي بتعمله فيا ده؟ أنا عارفة إن أنت بتحبها. بابا هو زي الواحد يعرف إنه لقى نص التاني؟ أنا أقول لك، لما الواحد يعمل معاكي حاجات تضايقك، ولما الواحد يحس
ان اللي معاه ده بيضايقه وبينرفزه ومش طايقه، ومع ذلك جميل انت يا رحي بقى كده رح فوقي افوق. بص انا قلعت النضاره. طب انا هقلع انا كمان. اقلعي هقلع الجزمه. اقلع الجزمه. خانقاني يا سلام. والله خانقاني قوي. هو في حد ايه ده بيلبس جزم مليون دول؟ انا عارفه ده الواحد كده يعني. انا والله زهقت من الجزم. اوعى يا قمر تضايق نفسك. اوعى تاكل على خاطرك. انت بسكوت ده ممكن تاخدي خاطرك كده على خاطرك في حاجه تتكسري. ما خلاص في حاجة تعبكي؟ ايه بس؟ بصي بقى انا مش عايزك تلاقي نفسك خالص. اوعى تفتكر ان انا بخاف من اللي اسمها رحمة دي فشر. اوعى. لا ما انا واخدة بالي بصراحة. طبعا الكل واخد باله. انا بس مش عايز مشاكل. ممكن نمد ايدينا على بعض، ممكن صوتنا يعلى، ممكن كيف. انا يعني متجنب الحته دي خالص. طب افرض بقى طبت علينا دلوقتي. طب مين يا بنتي؟ ايه؟ طب مين؟ ايه؟ ده ما ساعتين. ساعتين بتفضل تدعي في المكتب. الساعتين دول هيحصل ده احنا ممكن نغير الانترين جوانا، ممكن نغير اوضه النوم نوديها لحد. نعمل مكرونه، اي حاجه نعملها. صح عندك حق. مش عايز تعملي حاجه؟ لا. عارفه هي بتمشي امتى؟ امتى؟ بعد ما جميله تمشي تروح. إيه؟ هي ماشي. جميله مين؟ البنت اللي كانت معانا في المكتب؟ ايوه اللي معانا في المكتب. يا سلام. يا ليال سلام والله. على فكره انا لسه سامع صوتها بره على باب الشقه اللي قدامنا. بتقولي ايه؟ لسه سامع صوتها على باب الشقه اللي قدامنا. جميله؟ اه. والنعمه؟ والنعمه. البسي جزمتك. ليه؟ بس جزمتك بسرعه. ايه ايه؟ عرفوك. في ايه طيب؟ في ايه؟ ما لازمه. طب استنى استنى. طيب في ايه اللي حصل؟ شنطتك دي ولا بتاعتي؟ شنطتي بتاعتي. تعالي تعالي امسك الشنطه دي. ايوه تعالي هنا. مع السلامه. استنى. بصي طيب بقول لك ايه؟ ايه قول. انت اخر مره من المرات يعني نطيتي من الدور الكام؟ الرابع. ده الخامس. وانت كمان بارد. وانت كمان بارد. انت كمان كل حاجه في البيت خمسه. يا بابا الحمد لله على السلامة. هو انا جاي من دبي. هو معاك كده الحمد لله على السلامة. في ايه؟ مفيش حاجة. مالك مش على بعضك؟ فيك ايه؟ ولا مفيش حاجة فيها حاجة على بعضك. مش جملة دي، مش جملة. انت ما بتقولش جمل ليا خالص على فكرة. انت شايف في حاجة؟ اه. ايه في ايه؟ وصلتها وصلتها. وصلت مين؟ منال. هي اللي وصلتني. هي اللي وصلتني. اه اكيد قعدت بقى تحكي لها وتقول لها شعري زمان وانا كان من مواقفك وخدت منها ميعاد واعتبرها صح؟ الا ادبك الا ادبك وقول شعره مش شعر الا عشان ظروفي اللي انا فيها ديت. قابل مين؟ طب سيرك انت اللي هتقابلها. طيب سيرك انت اللي هتقابلها. خلاص في ايه؟ خدها. طب هخش انا جوه الاوضه بتاعتي. تعمل ايه في الاوضه بتاعتي؟ اعمل في الاوضه بتاعتي هعمل ايه؟ اللي في الاوضه بتاعتي اعمل ايه؟ اتفضل. ماما جت تخش انت. اتفضل اتفضل اتفضل. حسين. ايوه يا حبيبي. كويس انك هنا حبيبي. انا موجود يا حبيبتي من بدري. هروح فين؟ اديني مربوطه اهو قاعد مستنيك. انت عايز تروح فين يعني؟ ولا في اي حته. طب بقول لك ايه، النهارده بالليل نازلين نتعشى سوا. عينيا عينيا اي مكان انا في ايدك دي، اي ترابيزه قاعدين عليها كل ده كل ده انا تحت امرك. شاطر حبيبتي. يا اكمل هتنزل تتعشى معانا ولا ايه؟ هتعمل ايه بالظبط؟ لا ماما انا هتعشى بره. اوه اتعشى بره. انا هتجنن انا هتجنن. يعني انا مش فاهمه البنت دي عامله له ايه؟ عامله له عمل ولا ايه؟ انا مش فاهمه. واكله له دماغه. احنا لازم نعمل حاجه يا حسين. انا لا يمكن ابدا ان اخلي البنت دي تتجوز ابني. انا بقى هخش اشوف حكايه الولد ده ايه. لا تخش فين يا رحمه دلوقتي. الله جاي تعبان من الشغل. خلينا عشان بعدين بيتكلم معاه. شغل ايه؟ شغل ايه اللي بتقول ده؟ هو اشتغل خالص النهارده. ما هو اصل ما ينفعش برضه، لازم يستريح عشان تعرفي تاخدي وتدي معاه في الكلام. انا امه ولازم اعرف حكايته. ايه يا سيدي؟ ما انا ابوه يا ست. ممكن يكون محرج منك. ممكن يكون مش عايز يقول لك حاجه كده ولا كده. هيبقى صريح معاك. محرج مني انا؟ بقول لك انا امه. ادي امه. اوعى اوعى بس يا اخي. مالك فيك ايه؟ الحته دي بعيد عنك جايه بعصب كده على قفا على قفا. قولونا
رمرمتك رمرمت ايه النهارده؟ انا دخلت اذا رحت جبت كده كلته كلته روح اجيب لك مسكن يا ريت بسرعه 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 يا رحمه يا نهار ابوك مش ايه تعالي خدي تعالي تعالي اوعى ليه دخلت دلوقتي ليه دخلت دلوقتي ليه سيبكوا شويه ايه ما عملناش حاجه يا بابا ما تظلمنيش ما عملتش حاجه امال اللي مهببه ده راجل تكلت صبع الرجل لا بتاعها كلته في حاجه مش قلت لك مسيرك تقابلها قايلا يلا بصيش هنا اطلعي اطلعي تعالي ما وريتك ماشي ليه بتخش دلوقتي ليه؟ بتخش دلوقتي ليه؟ قلت لها ما تبص هنا، قلت لها ما تبص هنا، المنطقة دي ما بحبش حد يبص فيها. منيرة خد ساعة الحتة دي عندك، اوعى حد جنبها اوعى. انت ايه؟ انت ايه؟ مصرية؟ ولا مكسيكية ولا تركية ولا إسبانية ولا هندية أكيد ده اختبار عملوه لحسين عشان يشوفني هنجح في الصياعة ولا مش هنجح لا أنا هنجح وهطلع متفوق كمان لازم أتفوق أنت اسمك إيه؟ اسمي منال منال اسمك منال؟ أيوة آخ ايه ده؟ مين الرزل ابن الرزل اللي جاي دلوقتي؟ يا منير افتح نسيت المفتاح يا نهار اسود يا سنة سودة منير خرب بيتي خرب بيتي قومي 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 قاعدة ليه خش 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 كده شوية تعالي كده تعالي يا سنة سودة انت واقفة على الباب استنى عشان تفتح مالك في ايه انت غريب قوي بص يا منير انا تعبانه قوي ونفسي اخد نص ساعه كده قيلوله اعمل لي قهوه من البن بتاعي عشان الحق اشرب وانام شويه انت مالك في ايه ازاي؟ انت برضو نازل معاها؟ نازل ايه؟ انا مش نازل انا داخل انام. تخيل تنام ولابس البدله ليه؟ لان البدله دي عزيزه عليا قوي انت عارفه يعني. وهتنام بالبدله حضرتك؟ يا ماما في ايه يا ماما؟ يا ماما انا نازل دلوقتي عشان انا عندي شغل، عندي شغل يا ماما. شغل ايه اللي انت مجرجرها معاك فيه ده؟ يا ماما ما هي برضو زميلتي في الشغل، ما انا في الشغل نازل انا وهي عشان عندنا اشعة عمل. اشعة عمل لوحديكوا ها؟ لا يا ماما مش لوحدينا، احنا معانا ناس زملاتنا ومعانا عملاء والجرسون هيبقى واقف والناس قاعدة في الكافيه معانا فمش هينفع نتكلم مع بعض الكلام اللي انت فاكراه يعني. يا حبيبي يا حبيبي اصل خش عليا ده الكلام ده. اسمعي اكمل وديني انا رايحه دلوقتي اسكحها قلمين على وشها عشان خدودها دي تورم وتحمر وتحلو في عينك اكتر واكتر يا ماما انت بتعملي ايه يا ماما انا بقيت صغير على الكلام ده بقى يا ماما ما تشوفي الست دي قاعده معانا كده ليه لقيت حاجه تاني جوه ولا ايه لقيت ايه كنت انت غبي كنت خبيها تحت كوفرت ولا حاجه كانت حطت معايا على الارض في بيت ايه ده ايه ده انت لسه مش حاسس ان انت اتجوزت وخلفت وعندك مسؤوليه مش لسه بدري قوي على الكلام انت بتقوله ده لسه بدري يا بابا بقى انت طالع رحله والله وبعد كده بقى خلفت عندك طعم الروج طعم ايه الروج ايه الافكار التافهه اللي في دماغي يا بابا يا بابا انا بحترمك عيب انت اكلت حواجب حواجب انت اللي في حد هياكل حواجب رايح فين انا رايح في ايه خد تعالى سيبني خد تعالى استني راح فين؟ راح فين؟ في ايه يا بابا؟ راح فين؟ دخل اجيب موبايلي في ايه؟ انا هجيبه لك خليك هنا وانا هجيبه لك لا خليك مستريح هدخل اجيب موبايلي كويس قوي يا راجل البيت ده لقيتك هنا علشان احط النقط على الحروف واجيب من اخر راجل يا محترم في ايه يا ست انت جايه تهجمي على فتنا ليه؟ ست في عينك يا قليله الادب اسمي هانم رحمه هانم عشان ما تربطيش بس
حدش غلبني. انت عايزه ايه من الواد يا بنت؟ ها عماله تجيبي له يمين وتجيبي له شمال وغمزه من هنا وضحكه من هنا، في ايه؟ انت عايزه من ابني ايه؟ مش هتاخديه بطولك بعرضك، مش هتاخديه. يلا يا رحمه، يلا يا رحمه، مش هروح في حته. يا ماما يا ماما ما ينفعش كده، ما تعمليش معايا كده. لو لما يلهفك. معلش يا عمو منير، معلش، احنا اسفين جدا يا طنط وضع، اصل ماما ما نمتش كويس فبتخطرف. لا انا نمت كويس جدا ومش بخرطف. يا ماما ما انت يا ماما بصي عينيكي كلها النوم يا ماما. خلاص معلش، احنا ذنبنا ايه ان مامتك عندها ارق تيجي تهجم علينا في بيتنا؟ انا لسه ازاي؟ لا لا هتاكلني. لا 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 شفتي؟ دي عندها سنان، دي دراكولا. ايه ده؟ دي ايه يا عمو منير؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه على السرير؟ مين حضرتك؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اتفضلي، ايه ده؟ ايه ده؟ كلم مع مدام. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ دي بشائر الفراولة. ايه ده؟ أنا أول مرة أعرف يا منير إن عندك دير، إحنا مش قصيناه من زمان. إيه ده؟ تلعب بدير؟ لا ده أنت زواق بتعرف تنطقي. ما شاء الله يا ما شاء الله. أنتِ 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 اللي كنتِ. دلوقتي عرفت يا عيلة عرة. لو سمحتي خدي بالك من ألفاظك وأنتِ بتتكلمي عن العيلة. لو النبي ده اللي أنت فاكر يا حبيبي، ده اللي فالح فيه يا أختي. ها؟ اخصى عليك. انت يا بنت انت مش انت اللي كنت جايه عشان جميله وعايزين تتلمخوا الموضوع؟ ويا حبيبي يا ابني انت شفتي بيضحكوا عليك ازاي؟ يا ماما بيضحكوا عليا. انت يا قلبي انت انت يا عم منير ودي عندك جوه؟ ربي جوزك، ربي جوزك يا مدام. ايوه شفته شفته شفته. انا قصدي ايه؟ ها وتقولي لا حرام ده غلبانين. لا عندك حق يا ماما، حلوين بلا قرف. بس بشكل قرف. بصوا بصوا الساعة يا ماما، الساعة بتاعت يا ماما والله العظيم. انت راجل انت ها؟ اطلع لك البطاقة؟ بطاقة؟ لو مش عاجباك البطاقة اطلع لك الرخصة. رخصة؟ ذكر ذكر. حضر نفسك، انا دلوقتي هتصل بالبوليس يجي يلمك التوقيع. يا راجل يا سافر. سيبوني سيبوني ساعتي. شفت قلب امك؟ تعال المنظر ده مش عايزين نشوفه تاني. شفت المنظر ده مش عايزين نشوفه تاني. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عايز اروح اضربها. يلا بره. فين البت راحت؟ يلا بره. هو حد يفتح على باب البوليس. يلا بره. ماشي يا جميله بره. ترابيس مقفولة على دولة مع دولة، تخطيط ودماغ لسه في سنة أولى، تخبيط وجيران وبيبان مقفولة، لف ودوران فاكران يا عبيط. لخبطة شخبطة قصة ملخبطة، دماغه تعبانة مش متظبطة، وأنا مش في مزاج وبيرمي العطا، ده خاربها هناك وعامل لي حويط. بنات حوا ترسم تتدلع تتلوى، محموقة تعبانة عايزة تهوى، خرجنا شوية ومشينا. ولاد آدم عينهم زينا وباصة لبرا، وما بصش في مراية طول مرة، يا رب نشوف ايه بعدنا. نفسنا مع جنبي تقول بس انا، وانا بقى عمال مفحوط السنة، ودي فالحة تعيش دور المسكنة، هي وأهلها طلبات طلبات. مفرمة مفرمة دي بقت مفرمة، ده عايزنا بقاله معجبة مغرمة، مامته بتعمل حملة منظمة، نفسها لو تضربني في ملطة. بنات حوا ترسم تتدلع تتلوى، محموقة تعبانة عايزة تهوى، خرجنا شوية ومشينا. ولاد آدم عينهم زينا وباصة لبرا، وما بصش في مراية طول مرة، يا رب نشوف ايه بعدنا. ترابيس مقفولة على دولة مع دولة، تخبيط ودماغ لسه في سنة أولى، تخبيط وجيران وبيبان مقفولة، لف ودوران فاكران يا عبيط. لما
تعبانة عايزة تهوى، خرجنا شوية ومشينا.